قال عبد الرحمن مصطفى رئيس اتحاد طلاب بني سويف إن الحوار الوطني يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي في منتدى شباب العالم عندما قال استمعوا إلى شبابكم. وأضاف أننا تحدثنا خلال الحوار الوطني عن المشاكل بكل صراحة وكانت هناك حلول مقترحة. خلينا بس نتكلم إن جامعة بني سويف عشان نوصل الصورة بشكل صحيح هي فيها 28 كلية، عدد الطلبة فيها 103 ألف طالب، فده طبعا عدد كبير. خلينا نقول ان في نسبه كبيره من المثقفين، في نسبه كبيره من الطلبه اللي اكيد نفسهم يفهموا يعني ايه الحوار الوطني. الحوار الوطني هو خلينا نقول ان هو صوت كل المصريين، صوت الشباب، صوت كل الفئات. معروف دايما عن فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو قائد له تاريخ يستمع لصوت كل المصريين. فالحوار الوطني انا شايف ان هو فعلا تنفيذ لكلام الرئيس قاله من فترة كده كبيرة في منتدى شباب العالم لما قال استمعوا إلى شبابكم شاركوهم أفكارهم. إنما انحيازي للشباب نابع من عطاء لا يتكرر في العصور اللي فاتت. يعني الرئيس بصراحة معانا وداعم للشباب، والدليل بقى على تنفيذ الكلام ده الحوار الوطني. إحنا يعني كل الكلام اللي بنسمعه جوه اتكلموا، مش قولوا الإنجازات، بيقولوا لنا لا اتكلموا وقولوا إيه المشاكل اللي عندكم وهاتوا ليها حلول. احنا زمان كنا ممكن نقول مشاكل بس وخلاص يلا سمعناها وهنمشي، لا دلوقتي بقينا بنقول حلول. لما انا كشاب لسه في الجامعه عندي خبره وحاسس ان انا بشارك مش بس في قضايا في الجامعه بس، لا ده مشارك في قضايا كمان وحلول لتطور مصر، ده بيحركني من جوه. لا ان الشباب بقى صوتهم